في الحقن المجهري ننقل فريش ولا ننقل مجمد؟ دايما السؤال ده بنتساله وشاغل بال المرضى قوي. نسيب الموضوع ده للدكتور يا جماعه، لان الفريش ليه مزايا وليه عيوب، والمجمد ليه مزايا وليه عيوب. يعني الفريش مثلا مزاياه انه هو بيتنقل وهو لسه الجنين متخصب ولسه في مراحل النمو بتاعه وما بيتعرضش لعوامل التبريد، انما ممكن ما يبقاش مناسب لان احنا قد نضطر ان احنا نزرع الاجنه وهي فريش في وقت ما يبقاش مناسب من الدوره الشهريه، لان احنا في الدوره الفريش بنزرعه في الدوره اللي احنا بننشط فيها، فربما التنشيط وقته يطول فنخرج من الوقت المناسب للزرع. وبرده المجمد في ميزه ان هو العكس، احنا بنزرعه في الوقت المناسب بالظبط من الدوره الشهريه، انما يعني الوقت اللي بيكون فيه الرحم مستعد لتقبل الاجنه المخصبه. انما في عيب ان احنا بنعرض الجنين لعوامل التجميد اللي قد تؤثر على نسبه النجاح بتاعه. كان زمان او يعني من 5-6 سنين بنفضل الفريش بشكل مطلق، دلوقتي نتيجه لتطور عمليات التجميد والتجميد والبروسس بتاع التجميد نفسها اصبح الاجنه المجمده جودتها عاليه واصبحت فرص نجاحها افضل من الفريش. فنسيب للموضوع للدكتور ومنشغلش بالنا قوي، هو اكيد هيختار المناسب سواء فريش او مجمد.